مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياة، وحلقة جديدة وبرنامجكم برنامج طيب الحياة. النهاردة يوم جديد، والنهاردة عاوزين نقدم لكم حاجة جديدة كده. النهاردة احنا الحقيقة كنا طالبين من المنتجين منتجة البرنامج مدام نجلاء سرحان والأستاذ أحمد إن هم يجيبوا لنا مذيعة جديدة. فلقوا ملف دول العالم كلها وعملوا مشوار كبير وتعبوا جدا وعملوا كاستنج كتير يعني بصراحة تعبوا جدا جدا لحد ما جابوا لنا مذيعة جميلة جدا هي نور اللي هتشاركنا في تقديم البرنامج بعد كده، وإن شاء الله تكون إضافة للبرنامج وتكون يعني ضيفة على البيوت كلها دمها خفيف، وأنا مقتنع جدا إنها هتكون دمها خفيف، وإن شاء الله تشارككم في مشوار إن صحتكم تكون دايما في أحسن حال. أهلا يا نور. أهلا بيك يا أحمد، ميرسي جدا على المقدمة الجميلة دي. أنت منورانا، وأعتقد إن أنت بصي أنت الحمد لله يعني فيكي راحة نفسية كبيرة، واعتقد ان شاء الله ان في المجال اللي احنا بنتكلم فيه دايما انت وشك نفسه بيدي تفاؤل. ان شاء الله ربنا يخليك، يعني كلامك كبير قوي 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 عليا، يعني لا 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 اميال مش قادره إيه؟ مش هقدر ارد لك ولا كلمه منهم، بس كفايه يعني ان انا هبقى جزء من البرنامج الجميل ده، واللي انا بتابعه على يعني على مدى طويل، بقالي كتير جدا جدا بتابع برنامج طبيب الحياه، وما كنتش اتخيل ان انا ابقى جزء من البرنامج ده، ويبقى زمايلي دكتور احمد ورانا وانزي، وطبعا كل فريق العمل اللي موجودين في الكنترول روم. تعبنا قوي نور عشان نجيبك بصراحه، فده يعني بذلنا مجهود. ده شرف ليا، ده شرف ليا وشرف كبير كمان. ومناسبه بقى ان انت موجوده معانا النهارده، احنا النهارده اصلا بنتكلم على حاجه جميله جدا، وبنتكلم على قصص نجاح كتير من الناس اللي خسرت. انت عارفه ان احنا جميل. في طبيب الحياه من اول 2017 احنا دايما شعارنا هتخس من غير ما تحس. حلو جدا، هتخس من غير ما تحس ده، وملايين نفسهم يخسوا من غير ما يحسوا اكيد، يعني ملايين احنا الناس بنحارب. احنا بنحارب. انا اولهم بالظبط. لا انت تمام، احنا بنحارب السمنه بشكل كبير، ومعانا نوره، استاذه نوره من ضمن الناس اللي اخذت الالياف الطبيعيه ونجحت في انقاص وزنها. معانا استاذه نوره. استاذه نوره مساء الخير. مساء النور، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. قولي لي بقى عن تجربتك مع انقاص الوزن مع استخدام الالياف، ايه الاخبار؟ انت اخدتيها بقالك قد ايه؟ بقالك قد ايه بتاخدي الالياف؟ انا بقالي حوالي 20 يوم. تمام، كان وزنك قد ايه؟ الوزن كان حوالي 170 كيلو. 170؟ تمام. انا وزنت بعد 10 ايام لقيتني خسيت حوالي 5 كيلو. كويس، جميل جدا. وده شجعني ان انا اكمل ان شاء الله لحد ما اوصل للوزن اللي انا اللي انت عايزاه. قولي لي بقى يعني عاوز اوصل له. انت ايه اللي اضافه لك الالياف؟ انت شعورتي بايه؟ ايه اللي اضافته لك؟ هو بصراحه الالياف يعني انا يا دوب باخد وجبه الغداء براحتي يعني، وبعد كده ما ببقاش محتاجه ان انا اكل حاجه تاني. طيب ممتاز. لو اكلت بتبقى حاجه خفيفه، يعني ممكن مثلا زبادي او اي حاجه او فاكهه وبس على كده. جميل، يعني ان انا شبعانه طول اليوم. يعني مش بتحسي بقى ان انت دايخه، محتاجه حاجه مسكره، محتاجه حاجه حلوه؟ لا مش زي الاول. انا كنت الاول فعلا مدمنه حلويات وشوكولاتات وحاجات كده، بطلت خالص الحاجات دي، ما بقتش حتى لو هي قدامي ما بتغرنيش. ممتاز. إن أنا ما عندكيش شعور بالحرمان، اهم حاجه ما عندكيش شعور بالحرمان، الالياف مدياكي شعور بالشبع. انا باكل عادي الاكل اللي انا عايزه اكله، بس مثلا ممكن تكون بكميه صغيره، وفي نفس الوقت بلاقيني بخس، فده بيشجعني. انا سعيد بيكي جدا في ان انت بداتي المشوار بتاع انقاص الوزن. انت 170 كيلو، صدقيني مع الاستمرار ادي لنفسك فرصه ومده كويسه، ان شاء الله توصلي للوزن اللي انت عايزاه. توصلي للي بتحلمي بيه ان شاء الله. في امل، في امل نور، دايما في امل مهما كان، مهما طول ما كان في الوزن. في اصرار كمان، في امل. انقاص الوزن محتاج اصرار، احنا مزبوط. كنا بنحاول طول الوقت ان احنا نقدم حاجه تشعرهم بالشبع او تشعر الناس اللي عايزه تنقص الوزن بالشبع، والحمد لله الالياف الطبيعيه زي ما احنا قلنا حاجه بتملى حجم المعده، فما بتحسسش الناس بالحرمان. جميل جدا، يعني انت فاهمه، وبتنزل بتنزل يعني اللي لاحظته بتقول ان هي في 10 ايام نزلت 5 كيلو، يعني بتنزل كميه كبيره في مده قصيره، وبتاكل يعني وبتاكل. هي بتاكل الاكل اللي هي كان المفروض ان هي تاكله. احنا زي ما احنا قلنا، احنا المشكله ان احنا حجم وجبتنا نظرا لعاداتنا الغذائيه غلط هي اللي زادت. يعني احنا الاكل حجم فيه عادات بيكون كبير شويه. بالظبط، كبر حجم معدتنا وخلانا نشبع من كميات كبيره من الاكل، بمجرد الانتظام على الالياف الطبيعيه تملى حجم المعده تبتدي تتعود
على حجم كميات اكل قليله، وبالتالي لما تعتاد على حجم كميات قليله خلاص انت شعورك بالشبع هيبقى سهل. والالياف الطبيعيه طيب بقى ملهاش اي علاقه بالدهون؟ يعني مثلا لازم اكل دهون قليله، اقلل حاجه معينه، ولا انا اخد الالياف الطبيعيه وكده خلاص بقى؟ احنا على العموم كده كده احنا لازم وجبتنا يكون فيها شويه دهون. الدهون لا تمثل حوالي 20% من الوجبه، من حجم الوجبه بتاعتنا، لان الدهون برضه بتدخل، الدهون المفيده بتدخل في تركيبه حاجات كتير من الانزيمات والبروتينات والحاجات كلها اللي موجوده في جسمنا. فبالتالي ناخد دهون مفيده اللي موجوده في حاجات كتير اتكلمنا عنها، موجوده في زيت الزيتون، موجوده في المكسرات، موجوده في الاكل اللي ما يكونش فيه عالي الدهون، وبالذات الفاست فود اللي هي فيها الدهون غير مفيده. طبعا فاست فود مليان. طبعا لو بنتكلم على الدهون المفيده، احنا بالعكس كمان احنا الالياف هتمتص حوالي 30% من الدهون. جميل. احنا عملنا كده تجربه لو تتذكريها، كان عباره عن كوبايه فيها زيوت او ماده دهنيه، كوبايتين، في واحده فيها ميه والالياف الدهنيه، والثانيه فيها بالزبط. زيوت والالياف برضو، والالياف بتكون مركب معين مع الدهون وبتتحد مع الدهون وبتنزل في الاخراج بدون ما الدهون دي تدخل الجسم. جميل. فبالتالي جدا. ده بالنسبه للدهون اللي انت هتاكليها. بالنسبه للدهون اللي موجوده في الجسم، بتحول الدهون من ماده شمعيه صعب التعامل معاها، الجسم يتعامل معاها، الى ماده سائله. الدهون دي بتروح الى الميتوكوندريا او مصانع الطاقه، احنا في الطب هي اسمها ميتوكوندريا، بتستهلكها وبتتخلص منها، وبالتالي بتتخلص من كميه من الدهون. هنا بنرجع نتكلم على فائدتها لمرضى القلب والضغط والسكر، او الناس اللي عايزه تنقص في الوزن عموما، ما عندهاش اي مشاكل صحيه، يعني مثلا واحد عاوز ينزل 10 كيلو. تمام. بس عاداته الغذائيه مش قادر يعتاد ان هو ياكل كميه اكل قليله، او الناس اللي بتاكل بالليل بيحب الاكل او بياكل بياكل متاخر، فعلا في ناس بتاكل بعد الساعه 10 و12 بالليل. في ناس كتير بتاكل متاخر، بالتالي الالياف دي بتمنع او بتمنع الشهيه، لان زي ما انا قلت لك هي عباره عن حجم معين، بتشربي وراه كوبايتين ميه زي ما احنا عملناها، بندوبها في نص كوبايه، بمجرد ما ناخدها او بناكلها بنحط عليها كوبايتين ميه او بنشرب وراها كوبايتين ميه، بتنفش او بتكبر، بتملى يمكن ثلاث ارباع حجم المعده، بتخلي جزء صغير من المعده هو اللي موجود، وبالتالي شعورك بالشبع هيكون سهل. حلو. مش هتقدر تاكل، يعني اغلب الناس اللي بتاخدها بتقول انا خلاص بمجرد ما اخدها، بمجرد احنا بندي نظام غذائي، بنوصي بنظام غذائي معين. جميل. فيري سيمبل يعني دايت، ما فيش اي مشكله فيه، ان هو في الغداء بناخد 3 4 معالق رز او مكرونه مع جزء من البروتين مثلا مع شويه سلطه، انت بتاخد الاكل ده خلاص انت بتشبع. طب الالياف الطبيعيه دي ليها تاثير على الاكتئاب؟ يعني مثلا معروف ان الدايت بيبقى معاه اكتئاب، اللي بيعمل دايت بيبقى مكتئب جدا، وبيبقى خلاص بقى مش بياكل الشوكولاته اللي بيحبها والحاجات اللي بتخليه مبسوط، او الاكل بتاع اخر الليل ده بيبقى مبطله. فهل بقى الالياف الدايت في حد ذاته، او الحرمان من النشويات او جزء من النشويات، هي اسمها النشويات من النشوه يعني، انت فاهمه؟ فبيؤدي الى شويه اكتئاب. الالياف فيها مواد مضاده للاكتئاب، يعني انت هتاكلي كميات الاكل، طبعا صعب جدا تكلم حد كان بياكل مثلا طبق رز كبير في الغداء وتقول له كل 3 4 معالق رز، وهيبقى مستريح، هيبقى عنده شعور شويه بالحرمان، والشعور بالحرمان ده هيدي احساس شويه بالضيق او الاكتئاب. انا مش عارف اكل، انا لازم اخس، انا مش مبسوط. بالظبط هو ده. الالياف فيها ماده في حاجه ناقصاني. بالظبط. من ضمنها حاجه اسمها التريبتوفان، دي ماده بتعمل مود كويس ومود سعيد. جميل. فبالتالي بتمنع فكره الاكتئاب اثناء النظام الغذائي. طب ده كده مفيش حجه، مفيش حاجه ناقصه؟ لا 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 مفيش اي حجه بجد، هي طبيعيه وملهاش اي اثار جانبيه، ومفيهاش، محدش اشتكى منها، او مفيش مشاكل مثلا بتترتب عليها، طعمها حلو زي ما احمد بيقول. الحاجه الثانيه كمان ان انت بتتكلمي على حاجه مش كيميكال، مش حاجه كيماويه ابدا. دي الياف طبيعيه ما فيهاش اي كيماويات. انت لو شفتي اي ادويه لعلاج السمنه، طبعا ده ماركت واسع جدا وسوق واسع جدا في العالم كله، بيتصرف عليه مليارات، بتفاجئي ان مكتوب على الادويه دي ان ممنوع لمرضى الضغط والسكر والقلب والاطفال. احنا هنا مصرح من وزاره بدون الصحه، بدون استشاره طبيب. احنا هنا تصريح من هنا، واخده موافقه وزاره الصحه، واخده موافقه منظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والدواء الامريكيه، اللي هي تعتبر دستور الاطباء، وبالتالي مما يعني ان هي اعلى درجات الامان واعلى درجات الجوده. ما عندكيش اي مشكله خالص، احنا بالعكس احنا بنكتب كده ان ينصح بيها لمرضى الضغط والسكر والقلب والاطفال، يعني الاطفال من اول 7-8 سنين ياخدوهم، احنا ما عندناش اي. طب ده جميل مشكلة. جدا، لانه في اطفال كتير بتعاني من السمنه المفرطه وما بيقدروش يتحركوا وما بيقدروش يلعبوا زيهم زي باقي الاطفال، وصعب انك تتحكم فيهم ان هم يعملوا دايت. الاطفال صعب جدا تتحكمي فيهم، وبالتالي
احنا فعلا عندنا تجارب كتير ناجحه جدا مع الاطفال. الاطفال ما كناش بنقدر فعلا نمشيهم على نظام غذائي، ما بيقدروش، عايزين حلويات وعايزين شوكليت وعايزين الحاجات دي كلها. انت مجرد ما بتدي لهم برضو الالياف بتملى حجم معدتهم، بتخلي الطفل برضو مش قادر ياكل الاكل ده ومش قادر يلقط طول اليوم اللي هو الشوكولاته يعني غصب عنه هيقدر يسيطر على نفسه وعلى شهيته وعلى المغريات اللي بتبقى قدامه. طبعا يعني احنا ككبار حتى بنشوف الشوكولاته والحلويات بنبقى عايزين ناكل، فما بالك بالطفل. تاكل شوكولاته انت؟ اكيد انا بحبها قوي يعني. مفيش ست تقريبا في العالم ما بتحبش الشوكولاته. ولا راجل بصراحه، ولا هو كده، ده دواء لكل المكتئبين في العالم. هنا بقى دي الفكره. هنا احنا العادات الغذائيه الغلط هي اللي خلت دايما احنا عندنا شعور دايما ان احنا عايزين ناكل، وشعور دايما ان احنا عايزين ناخد شوكولات وعايزين ناخد الحاجات دي كلها. الناس اللي اخذت الالياف قالت لا، زي نورة قالت نفس الكلام، قالت انا كنت طول الوقت باكل شوكولات وكل الوقت باكل حلويات وكانت مدمنه حلويات. هنا بتقول لك انا ما بقتش اقرب، ما بقاش ليها نفس، ما بقتش عايزاها بالظبط. عايزه راجع كده جزء صغير يا جماعه، اللي عاوز ينقص وزنه ما تحاولش تلجأ للكيميكال دايت، ما تحاولش تلجأ للانواع الدايت اللي ما فيها حرمان. انت في النهايه لازم تقلل كميه اكلك. الالياف الطبيعيه حاجه هتساعدك الى حد كبير انك تقلل كميات الاكل اللي انت بتاكلها. زي ما احنا قلنا بتشغل 3 ارباع حجم المعده وبتخلي لك ربع المعده، فبالتالي اقل كميه اكل هي اللي هتشبعك. هو الفكره كلها ان انت تغير من اللايف ستايل، تاكل اكلات حجمها قليل او كميات اكل قليله في عدد مرات كتير في اليوم. جميل. متهيالي كمان ان الالياف ليها صديق مهم جدا لازم نتكلم عنه، الميه. اه طبعا، لازم يشرب ميه كتير جدا. يعني اي حد اكيد محتاج ان هو يخس او ينزل في وزنه كتير لازم يشرب ميه كتير، مش اقل من لترين او 3 لتر في اليوم. بالزبط. يعني بالظبط، هو لازم نشرب من 2 ل 3 لتر في اليوم. الحاجه الثانيه بالنسبه للميه كمان، المرضى بتوع الضغط والقلب بيكون عندهم ميه كتير، هي الالياف بتشفط جزء كبير من الميه دي وبتخلصنا منه. جميل جدا. احنا عاوزين نتكلم انا وانت اكتر من مره، لازم نتكلم على الالياف ان شاء الله، ونتكلم على قصه نجاح. مشاهدينا كده بتكون انتهت فقرتنا، وانتظرونا بعد الفاصل وفقرات مميزه من برنامجكم طبيب الحياه. خير مشاهدينا، برحب بحضراتكم في فقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. الحقيقة كلنا عارفين ان الجمال نعمة كبيرة جدا من عند ربنا، عشان كده كلنا بنسعى وبنعمل اي حاجة علشان نحافظ على شكلنا وعلى جمالنا. وكمان في ناس لما يكون وشها في حاجة صغيرة او جسمها مش عارفة فيه ايه، اي حاجة خاصة بالجمال ده بيسبب لهم خلينا نقول اكتئاب يا احمد. بالظبط، عشان كده هنتكلم النهاردة على حاجة قوية جدا جدا في عالم التجميل. ما عادش بقى في مشكلة اللي هي بتيجي تشتكي تقول انا ما عنديش خدودي سقطت، ما بقاش عندي دهون في وشي، ايديا العروق باينه فيها، رجليا العروق باينه فيها. الكلام ده كله قل جدا جدا وبقى ليه حل قوي مع حقن الدهون ذاتيا. ده اللي هيكلمنا عنه الاسم الكبير في عالم جراحات التجميل، الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عوضين، استشاري جراحات التجميل والليزر. منورنا دكتور. عيش دكتور احمد. منورنا يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. في البدايه يمكن عايز اعرف من حضرتك، من اخطر المشاكل اللي بنشوفها ان الوجه بيفقد الدهون اللي فيه، بيسبب يمكن زي ما قال احمد مشاكل في الوجه، تجاعيد او هالات او غيره، عايز اتكلم مع حضرتك عن الموضوع. هو مبدئيا الوجه يعد دايما نقول ده البطاقه الشخصيه بتاع الانسان، اكتر حاجه ظاهره واكتر اماكن اهتمام، واي عيب او تشوه في الوش، تجاعيد، بقع، ترهل، بيبقى واضح وبيغير انطباعات الوش. واحنا ما بنعمل حاجه تجميليه في الوجه، النسبه الكبيره بنسبه 80-90% بتبقى لغرض طبي، تجميلي وطبي. ليه بقى؟ لان الناس متخيله اللي رايح يعمل بوتوكس ده رايح يتدلع. اولا تجاعيد الوجه لما بتبقى زايده بتدي انطباعات غير طبيعيه، بمعنى في التواصل ما بين الواحد والناس سواء في مجال عمله في التواصل الاجتماعي، لو بيدي انطباعات او تعبيرات غير طبيعيه دي بتعمل له مشكله في التواصل. يعني لو في مكان يستدعي جديه وعاطي انطباع ان هو حد ليزي او غير يعني مبالي، مش مهتم، نايم على نفسه، كسول، لا مش هينفع. هو في موقع اداري ومدير شركه. لو هو مثلا مدرس او حد بيستخدم تعبيرات وشه في مجال الاعلام، ده مهم قوي تعبيرات وشه تتحرك كويس. لو هو في مجال لازم يبتسم وشكله حزين، مش حلو، والعكس صحيح. الحاجات اللي بتظهر في الوش، اكتر حاجه بتظهر في الوش التجاعيد، البقع، دهون الوش تقل. ودهون الوش بالذات بتقل اول حاجه لان فيها مستقبلات كاتكولامين مرتبطه بماده مرتبطه بالتوتر العصبي. يعني دايما الانسان القلوق او العصبي
بيبقى اكتر حاجه بتقل فيه وشه، ولذلك بياخد الدهون اللي موجوده في وشه، دهون الوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الناس اللي بتعمل انظمه ريجيم قاسيه اول حاجه بتدوب دهون الوجه. مضافا لكده في اسباب بقى وراثيه، في عدد مش قليل من الناس بيبقى اوريدي اصلا الخد ما فيهوش دهون. وده بيخلي حاجتين، عرض الوش شكله مش مقبول، الانف ظاهره اكتر من اللازم، وظاهر تجويف العين كانه هو حد تعبان وصحيا مش مرتاح. وهنا بنيجي نصلح له الحاجات دي، بنرجعه للوضع الطبيعي المقبول، خاصة لو بنت أو زوجة أو واحدة مقبلة على حياة. بيبقى الشكل مش مقبول، وبيبقى السمار حوالين العين بيدي شكل مش لطيف، الخد اللي ساقط شكله مش كويس، الشفايف المطبقة الرفيعة، وهكذا. فبنلجأ لحقن الدهون في الوجه. حقن الدهون تقنية من التقنيات اللي بنستخدمها، يعني هو الوجه ما بنعمله تجميل بنعمل خمس حاجات. أول حاجة رقم، أول حاجة ريلاكس، هما خمسة آر. رقم حاجه ريلاكس اللي هو البوتوكس، رقم اثنين نمله، اما بنمله يا بدهون يا بفيلر، رقم ثلاثه نصنفر او نلمع الوش، وده بنستخدم فيه حضرتك الليزر او تساعدنا فيه البي ار بي. رقم اربعه بقى نرجع كل حاجه مكانها، خد ساقط نرفعه، جلد ساقط نشده، اخر حاجه خالص ان احنا نقص الجلد الزايد اللي هي جراحات الشد. حقن الدهون من التقنيات الحديثه، وهي بقى لها سنوات بنستخدمها احنا كجراحين تجميل، ولكن فيها ميزه كبيره قوي انها يعني حاجه ذاتيه زي ما الدكتور احمد قال. الحاجه الثانيه والهامه كميتها مفتوحه. الحاجه الثالثه بقى فيها الخلايا الاساسيه اللي بتنبه نمو الكولاجين، وهي شبه رائعه لو استخدمت صح في مكانها الصح بالتقنيه يعني الصحة. بقت غاليه الثمن، ما كنا متخيلين ما بناش نرميها دلوقتي، بناخدها يعني احنا انت عارف لما بنشفط دهنه ونشيل جزء من الجسم في شد دهون او حاجه شد ترهلات، يبقى الواحد مستخسر الدهون دي يرميها. لان يعني هي مصدر حاجات ثانيه، نحتاجها في حاجات ثانيه. طيب بالنسبه للهالات السوداء اللي تحت العين، احنا ممكن نحن في الخدود والشفايف طب والهالات السوداء اللي تحت العين؟ الهالات السوداء فيها مشكلتين، نستبعد الجزء الاساسي اللي هو الموبايل والاجهاد العين ونقص فيتامين بي 12 والحديد والمشاكل دي والنضاره، وبعد ما نستبعد هذه الاسباب ونصلحها، احنا حقن الدهون بنحقنه في مستويين، في مستوى على لحاق العظم على العظم على طول، وفي مستوى في الجلد نفسه، ودي اللي بنسميها نانو تكنولوجي، ان احنا بنرفع الدهون قوي بطريقه معينه بنحقنها في الجلد نفسه، طبعا بتفتح اللون وبتبطنه، بس هي بتتعمل بطريقه فيها فنيه شويه علشان ما تعملش كلاكيع او تعمل زي انتفاخات تحت العين. ودي بنعملها مع الخد، ولذلك نقول الخد الجميل اللي هو شكله اكثر جمالا اللي هو بيدي زي الطفل، اكثر معايير الجمال في وجه الطفل الصغير. بتلاقي شبه ما فيش فرق ما بين الجفن وما بين الخد، وهنا لو قدرنا نعمل ده او قربنا من ده بيبقى كويس. هو طبيعي نتيجه لمرور الزمن او لنقصان الوزن او زي ما قلنا للتوتر العصبي يبدا الجلد بتاع الخد يسقط ويترهل، ويبدا الخد نفسه يهاجر لتحت، فيعمل لنا ممر هنا اسمه ممر الدمع، فتظهر حته هنا كده بيبقى فيه زي التجويف في المنطقه دي. بنسميه ممر الدمع كده تير تراف. وفي هذه الحاله بتلاقي الجزء ده لونه بني غامق، تجويف لجوه. احنا بنكمل هذا الجزء وبنملى الخد مره ثانيه. هو حقن الدهون محتاج بس ثلاث حاجات، يعني محتاج مين اللي بيحقن؟ حد يكون عارف متخصص في الموضوع. اكيد طبعا. بيسحب منين؟ وبيحقن فين؟ لان في دهون اماكنها ما بنسحبها بتبقى دهون قابله للاحتراق سريعا، وفي دهون اما نحقنها تعيش فتره اطول. طيب دكتور احنا معانا فيديو لحقن الدهون في الوجه، نشوفه مع بعض. هي الطريقه دي احنا دلوقتي قعدنا بنحقن، دي طريقه كانت تستخدم قبل كده، بتتاخد الدهون على شكل شرايح وبيتفتح لها فتحه كبيره. احنا دلوقتي قعدنا بنحقن بكانيولات رفيعه خالص، انابيب رفيعه تماما، وبنحقن من داخل الفم من غير جروح خارجيه، بنحقن اوقات تحت العضله واوقات بنحقن في الخد نفسه. الوش فيه تجاويف، التجاويف بتاعه الوجه دي بنحقن فيها الدهون عشان ترجع شكله الطبيعي. هو جايب دلوقتي الحقن في الشفاء، احنا ما بنحبش في حقن الشفاء الدهون خالص، يعني احنا بطلناها يمكن فيديو بقاله فتره، لكن الفيلر بقى هو اللي الفيلر احسن حاجه للدهون في الشفايف، حقن الشفايف هو الفيلر، لكن الدهون في الشفايف بطلنا. انا شايف انك بتدي رفع كمان يا دكتور، يعني الخد الصاد ده بيترفع كمان. ما هو في نقطه ما بندي فوليوم ما بنملى المكان بيترفع مكانه وبيتشد الجلد عليه ولونه بيفتح. مضافا هو بيعمل لنا حاجه ظريفه قوي، ان هو بينبه نمو الكولاجين، مضافا غير نمو الكولاجين بيدي نضاره، الجلد الجاف بيتحول الى جلد اكثر دهنيه، فهو بيساعدنا غير ان هو بيملى الفراغ ان هو بيشد
وبيدي نضاره وبيفتح اوقات اللون عشان شد الجلد عليه. يعني يعتبر عمل اكتر من وظيفه، مش بس ده فوليوم، مش بس ده حجم، ده كمان شد كمان ورفع. بيجوا يا دكتور زعلانين قوي بالستات بتبقى متضايقه من السقوط اللي بيبقى خدهم سائل كده. السقوط ده بنسميه جاوز، الوش بدا يسقط الراحه لتحت، وده بنرفعه قبل ما نفكر في الجراحه، بنرفعه بنقطتين بوتوكس وبنحقن فيلر هنا جنبه، بنساوي الدقن مع بعضه واخد بال حضرتك، وبنزقه زي ما قلت لحضرتك بشويه، الخد بيشد لفوق غالبا في الدرجات الاولى والثانيه بنسبه 100% بتصلح. طب بمناسبه الدقن يا دكتور، منطقه الدقن بينفع فيها حقن دهون؟ بينفع فيها حقن الدهون او الفيلر، لان في نقطه بقى الدقن اوقات عند بعض الناس تبقى راجعه، يعني مهم قوي في مقاييس جمال الوجه وانا بص من الجنب البروفايل فيو، يبقى الجبهه والمناخير الانف والشفاه والدقن ماشيين في لاينز لهم شكل جمالي معين. فهنا بتلاقي الشفاه قليله وراجعه لورا، لا محتاجين نطلعها قدام، والدقن لو راجعه لورا نطلعها قدام، لان لما تلاقي الدقن راجعه لورا او قليله شويه بتدي انطباع ان هو يعني مش ذكي شويه. فدي مهم قوي نرجعها بشكلها الجمالي، بس تكون متناسقه مع لفه الدقن عشان تدي شكل جمالي كويس. عاوزين نختبر يا رنا الموضوع بتاع كله ماشي كده يا دكتور، هو كله ماشي في علامه جماليه كويسه. ايوه كله على خط واحد، ماشي مع بعض على خط واحد. الوش حضرتك متقسم مجموعه خطوط طوليه وخطوط عرضيه بوحدات جماليه، يعني هو اصلا الوش متقسم ثلاث تلات، من منبت الشعر لغايه عند الحاجبين، من الحاجبين لاسفل الانف، من اسفل الانف لاسفل الدقن، ونرجع نقطع دي كل واحده منها ثلاث وحدات، فهي بتبقى حاجه موجوده في ذهن جراح التجميل تخيليه. شفت بقى حضرتك قلت ايه؟ ده جراح التجميل، جراح التجميل عشان الموضوع اصله يعني تشعب بشكل جامد جدا، لازم التوجه لجراح تجميل متخصص. التخصص، المهاره، الخبره أكيد. طبعا بالنسبه للدهون، هما طبعا الناس عايزه تعرف هو حقن الدهون ذاتيا، يعني هناخدها من يعني من الجسم، من الجسم نفسه. انسب مجال ناخد منه الدهون الجنبين، الجانبين، الظهر من ورا، الجانبين الوسط من الخلف، اسفل البطن ما ناخدش منه دهون خالص، لان دهون اسفل البطن دي بتدوب. الناس اللي هم رفيعين قوي بناخد من الارداف، بنسحب من الدهون، ودي تدينا كميه كويسه، يعني احنا لو خدنا 20 سم دهون ده كويس جدا، لان الفيلر بقى حوالي سنتي واحد ومكلف، بيحل مشكله بس الدهون فيها كميه مفتوحه. احنا بناخد هذه الدهون بناخدها زي ما هي من غير ما نفلترها، نعمل لها طريقه معينه كده، بتطلع الدهون حيه. احنا بنحقنها بنفس الطريقه بالالات بتاعتها، ان لها الات حديثه معينه بنستخدمها، دي بتدينا الشكل الطريقه اللي نقدر نحقن بيها من غير ما نخلي الدهون تموت. دي بتزود نسبه ان الدهون اما ننقلها ما تموتش. ليه بقى؟ احنا بنقول لما حد هنحقن له دهون وارد حاجه من ثلاثه، يا اما الدهون تعيش ما تدوبش خالص، يا اما نصها يدوب، يا اما تدوب خالص. بالتقنيه اللي بنقول عليها دي، حته انها تدوب خالص دي ما بنلاقيهاش، لكن وارد ان جزء منها يدوب نسبه مثلا 30%. وفي هذه الحاله بنستنى بعد حقن الدهون شهر ونص ونشوف هل الدهون دابت او داب جزء منها ومحتاجه ريتاتش او ما دابتش. وهنا نقول بقى زي ما قلنا بناخد الدهون منين؟ بنحطها فين؟ الوجه في غرف او تشامبرز، دي بنحط فيها الدهون، بعد كده نحطها تحت الجلد، بعد كده نحطها فوق العظم ونشكل الوش زي ما احنا عايزينه. اوقات الناس بقى عندهم الجانبين بتاع الراس فاضي، اوقات الناس منطقه الخد دي فاضيه، اوقات الخد من فوق فاضي، اوقات زي ما قلنا الدقن. بعد كده بقى ظهر الايد، دي اكتر حاجه بتضايق ظهر الايد والكف رجل. ليه بقى؟ فعلا في ناس بتشتكي فعلا ان ايديها بتقول هي مش عارفه تعب، بتقول رفيعه قوي او بتبقى بيقولوا معرقبه. ليه بقى؟ معرقبه او ناشفه، الاورده بتبقى باينه والاربطه، لان ست البيت بتشتغل بايديها فبتضيع الشكل الانثوي، يعني الايد بتبقى متبطنه كويس بقى شكل لطيف. واوقات الصوابع، بس دايما بنقول طبعا الصوابع دي بنحقنها بكيانات صغيره قوي وحد يكون عارف عشان ما لناش مشكله. في هذه الحاله بنحقن دهون بتبقى لطيفه جدا، وبيبقى معاها برضو اوقات الساقين من تحت. اوقات بقى لو كميه الدهون مفتوحه معانا بنحقن منطقه الارداف، يعني احنا كده نحقن برضو مناطق تانية غير الارداف، وبنحقن الثدي وبنحقن الجهاز التناسلي، ممتازه جدا عندنا ممتاز. فالدهون من الحاجات اللي تدينا مساحه كويسه قوي، ونحقن بيها نصلح ديفوهات تشوهات معينه. مضافا بقى واحنا بنحقن الدهون ممكن نحقن هذا الشخص بي ار بي في نفس التوقيت. ده فيديو يا دكتور حقن الدهون في الثدي. ده في الثدي، في ممكن نحقن تحت العضله، تحت الجلد على طول، وممكن نحقن تحت غده الثدي، يعني هو كده حقن الاول تحت العضله وبعد كده هيحقن تحت الجلد على طول، وفي حاجه بقى ان احنا نحقن تحت غده الثدي، لكن ما بنحقنش في الثدي نفسه. لما بنيجي نحقنه في الثدي مهم قوي ما يكونش فيه ترهل، لان لو في ترهل هنشد الترهل ونحقن الدهون عشان نملى. ده في بعض الناس اللي بيبقى ايه حضرتك، بيبقى الجسم من تحت عريض ومن فوق رفيع، في هذه الحاله احنا بناخد دهون من تحت بدل ما نرميها نحطها في الثدي او في مكان نشكله مره ثانيه، ننسق القوام كله. ننسق القوام. طيب دهون الوجه يا دكتور، يعني حقن دهون الوجه بيسيب اي علامات؟
لا احنا كله دلوقتي بنحقن من داخل الفم بنروح من داخل الفم، ولو عملنا حاجه من خارج الجلد الكان رفيع قوي فيبقى حاجه بنسميها ستاب، ما بتاخدش غرزه حتى، يعني بناخدها من جنب الودن من هنا، اوقات غرزه صغيره هنا، اوقات من منبت الشعر، ان في بعض الناس بقى عنده الجبهه دي راجعه لورا شويه، فانت عايزه تديها للصداره اللي يبقى ماشي مع الوش. اوقات برضه اما نحقن دهون الخد المناخير يبقى شكلها طبيعي، بيبقى بيشتكي ان الانف كبيره ولكن هي مش كبيره. يعني هو لو علّى المنطقتين دول بتداري الكبر اللي حاسه في المناخير. هي دي النقطة بقى اللي دايما نقول جراح التجميل ولا جراح الأنف الأذن اللي يعمل أنف. في ناس شطار طبعا، زملاء واحد اتنين تلاتة معروفين بالاسم بيعملوا تجميل أنف كويس قوي، ناس أنف وأذن. ولكن أما بيعملوا الأنف يجي لنا العيان من عندهم مش مبسوط، هو عامل ليه؟ لأنه عامل الأنف جميلة جدا ولكن اللي حواليها بقى اللي حواليها لسه، فتلاقي الانف جميله ولكن لسه بارزه مع ان مقاييسها مظبوطه. فهنا بنعمل زي ما بنقول فيشل هارموني، يعني بنعمل تنسيق للوجه كله. اما بنظبط مقاس الخد طبيعي بالدهون، اما بنطلع الشفه في مكانها الطبيعي، اما الحاجب بيبقى في مكانه الطبيعي، الشكل الجانبي بقى ارتفاع الانف كويس، مقدمه الانف شكلها كويسه، انا لما اجي ابص عينيا تبقى مرتاحه. ولذلك في اي حاجه تجميل في الوجه سواء الانف الجفون اي حاجه هنعملها نقول ان العين تبقى مرتاحه، الفيشل هارموني، التناغم ما بين قسمات الوجه. صح. يعني انا ما بعملش حاجه واحده. ولذلك كتير قوي دلوقتي ما عدناش حد يعمل حاجه واحده، غالبا اللي بيجي هيعمل بوتوكس وفيلر معاه ليزر معاه دهون، هيعمل تجميل انف وشويه بوتوكس شويه فيلر في الشفه، ممكن دهون في الدقن وهكذا. البنج المستخدم ايه في عمليه الدهون غالبا بالنسبه للزرقان والتورم اللي بيكون بعديها بيكون بيقعد قد ايه؟ هو مبدئيا البنج اللي بنستخدمه غالبا بنج موضعي ومعاه منومات، بس لازم فوق عمليات، ودي حاجه مهمه قوي التعقيم، عشان التعقيم وعلشان يبقى معانا دكتور تخدير. طب لازمته دكتور التخدير؟ لا يهدي المريض، لان في بعض احوال حضرتك تبقى عاطي بنج موضعي والمريض يبقى شخصيه كويسه جدا وفجاه يخش في بانيك اتاك، فبيضطر نديله منومات، هيديله منومات يبقى لازم يكون في مونيتور واوضه عمليات مجهزه. الزرقان والتورم اللي بيحصل بعد حقن الدهون بياخد غالبا اسبوع مش اكتر من كده، بيكون بسيط بسيط، الزرقان بسيط يعني بياخد يوم يومين، التورم بياخد اسبوع بحد اقصى، وحقن الدهون لو ساعدناه باجهزه الراديو فريكونسي ظريف جدا. في دراسات حلوه قوي عن اجهزه الراديو فريكونسي، في ناس متخيله انها ما بتعملش نتائج لكن لا بتعمل وعليها دراسات، واخر مؤتمرات في جراحات التجميل قعدنا بنعمل يعني بندمج الراديو فريكونسي مع حقن الدهون عشان يزود ثباتها ويعيد توزيعها ويزود الاوعيه الدمويه اللي بترويها. بعد قد ايه من حقن الدهون بنبدا بثلاث اسابيع. هو الراديو فريكونسي عند جراح التجميل مهم جدا، بعد شفط الدهون بعد حقن الدهون عشان يدي نضاره، ندمجه مع البي ار بي، اصل زي ما حضرتك عارف هي تركيبه مع بعضها، ما ينفعش كامله كلها واخد جزئيه وما فيش الباقي عندي. تمام. طيب دكتور يمكن حضرتك قلت في بناخد من منطقه معينه الدهون عشان نحقنها في الوجه، بتكون منطقه عشان الدهون ما يتمش ذوبانها بسرعه او تروح بسرعه، في ولكن رجعت قلت في ممكن 30% من الدهون اللي تم حقنها ان هي تروح. فرضا الدهون دي ذابت لاي سبب من الاسباب، ممكن ان هو يحقن تاني؟ نحقنها تاني مفيش مشكله، بس بنقول حاجه بقى، الدهون دي بعد ما بنحقنها هي دهون طبيعيه في الجسم، فانا لو خسيت هتخس، لو زدت هزيد. ودي مشكله عند اي حد بيعمل تجميل، يعني يسال حضرتك يقول لك هعمل شفط دهون وهتخن تاني، طيب هعمل تصغير ثدي والثدي هيكبر تاني، انا لو حصل حمل ورضاعه الثدي هيكبر. انا لو عملت شفط دهون ووزني زاد ما انا هزيد، لو حقنت دهون وبدات اخس الدهون هتخس. الغرض ان احنا بنعمل الحاجه التجميليه بتحسن الوضع الطبيعي اللي موجود، وهو المطالب ان هو يحسن هيز لايف ستايل، يعني نظام حياته بعد كده يبقى نظام معتدل ونقدر من خلاله نقول حياتنا ماشيه ازاي، النتائج دي هتستقر ولا لا. حقن الدهون لما اتكلمنا على الوش قلنا ان هو بيدي فوليوم وحجم وبيدي نضاره وبيرفع. طيب حقن الدهون في الارداف هل هيرفع برضه؟ في ناس ستات كتير بتحب تبقى عايزه البرازيليان. هو عشان نوصل البرازيليان ده بنعمله بدعامه، واخد بالك، ودعامات تكبير الارداف عمليه وبنعملها بنحطها صح، الدعامه تتحط تحت العضله مش تحت الجلد خالص عشان ما تبقاش تتحرك، بس هذه العمليه عايزه حاجتين، عايزه ان المريض يكون ملتزم بالتعليمات وهياخد اجازه اسبوع بعد العمليه. الحاجه الثانيه والهامه جدا ان بنحط نوع دعامه بطريقه معينه تحت العضله، مش كتير بيعملوها من المرضى مش من الجراحين، لكن لما بنعملها لو المريض التزم بالتعليمات وما حصلش منها مشاكل. بس انا عايز اقول ان رسمه الجسم المنطقه بتاعه الارداف دي لها ثلاث انواع، مش بحسب رسمه الجسم، في بعض الناس اللي هم الطوال بتبقى المنطقه دي لها رسمه مختلفه، الناس اللي هم الوسط لها رسمه مختلفه، القصيرين لها رسمه مختلفه، نفس القصه البطن لها خمس انواع رسمات،
الوجه له خمس انواع، يعني لما باجي احقن دهون في الوجه مش كل واحد احقنه زي التاني، لان في وجه واخد الرسمه المثلثه، في وجه المستدير، في وجه المربع، في وجه واخد الشكل الخماسي اللي هو في البيضاوي، في مهم قوي وانا بحقن ان انا بشكل مع عارف الشكل. طيب هل اللي بيحقن او اللي بتعمل عمليه تجميل هي اللي بتختار او هو اللي بيختار، ولا حضرتك بتقول له المناسب ليك كذا؟ ما هو لا، هو المناسب. المناسب ليه بقى؟ لان انا لو عملت له اللي هو بيختاره بعد فتره هيبدا الناس اللي حواليه حتى لو هو مبسوط يبداوا يستهجنوا الشكل، لان العين ما بتبقاش مرتاحه. يعني مهم قوي احنا نقول يعني ايه حاجه جميله؟ يعني حاجه تسر النفس، انا لما اشوفها عيني قلبي ابقى سعيد. ده ما يحصلش غير ما يبقى في تناغم بين الحاجه اللي معموله، ما تبقاش حاجه ملفته. ولذلك تزعلي قوي لما تشوفي حد عامل لك الخدود زياده قوي، وعامل لك شفاف زياده قوي، وعامل لك الحواجب واقفه عاليه قوي بزياده، يعني بزياده، ده اصلا جماليا مرفوض. الحاجه الثانيه بيحط الشخص في انطباع انه عامل تجميل، وانس ان انا شفت ده قد عامل تجميل يبقى انا ازعل من الجراح اللي عمل له الشغل. احنا عايزين حضرتك توعدنا باستكمال حلقات عن الامور دي بجد، الحلقه مع حضرتك بتبقى جميله جدا. دكتور ابو كمان، فقرتنا اللي اتكلمنا فيها عن حقن الدهون في علاج ترهلات الوجه وعلاج التجاعيد اللي موجوده في الوجه، وقد ايه حقن الدهون فتح طفره برضو في علاج نحف نحافه اليدين والرجلين والكلام ده كله اتكلمنا فيه. كان ضيفنا منورنا الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عوضين استشاري جراحات التجميل والليزر. نورتنا يا دكتور. شكرا. نورتنا يا دكتور. شكرا يا رب. مشاهدينا بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه فقرتنا النهارده، استنونا كل يوم من السبت الخميس الساعه 2 الظهر، والاعاده الساعه 1 صباحا و7 صباحا. كمان تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. نشوفكم على خير. مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي تلفزيون الحياة، وحلقة جديدة وفقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. عملية التحويل المصغر للمعدة هي عملية آمنة جدا من جراحات السمنة اللي موجودة في الوقت الحالي أو آخر حاجة توصل لها الطب، وطبعا هي ساهمت كتير في انه مرضى السمنه المفرطه ان هم يتخلصوا من السمنه دي بشكل سهل وبشكل بسيط وكمان بشكل امن جدا جدا. احنا عايزين انه نتكلم النهارده عن عمليه تحويل المصغر للمعده علشان خاطر نطمن المرضى او نطمن اي حد عنده سمنه مفرطه ان هو هيتخلص منها بشكل امن وبشكل سليم ومن غير اي مشاكل او اعراض جانبيه. كمان احنا النهارده هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل، والنهارده معانا حاله حقيقيه عملت العمليه وتخلصت من وزن زايد بشكل بمنتهى الامن وشكل كويس جدا جدا. هنتكلم معاها النهارده وهنعرف رحلتها مع العمليه كانت عامله ازاي. بس الاول اسمحوا لي ارحب بضيفنا اللي منورنا دايما داخل وخارج مصر، الدكتور الكبير والقيمه العلميه الكبيره في عالم طب وجراحات السمنه والسكر، استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجراحه السمنه والسكر، وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا نور. منورنا جدا يا دكتور والله. دكتور في البدايه كنت عايزه اسال حضرتك عن العمليه نفسها، ايه هي العمليه بتاعه التحويل المصغر للمعده؟ يعني الاسم كده يعني تحس ان هو بالظبط، عايزين نعرف بقى وبشكل مبسط كده ايه هي العمليه دي. الحقيقه احنا كان عندنا من زمان من سنه 67 اتعملت عمليه اسمها تحويل المسار. تمام. تحويل المسار كان عمليه قويه جدا وكان لها نتائج فعاله، وكانت اقوى جراحات السمنه. وكانت بتدي نتيجه قويه جدا والمريض بيخس، بس كانت دايما مصحوبه ببعض المشاكل الاخرى اللي المريض بتخليه ما يحسش بالفرحه اللي حققها لما يخس. فكان دايما البحث العلمي بيدور على الحلول للمشاكل دي. مر التحويل بمراحل كتير قوي لغايه ما وصل في سنه 97 على يد بروفيسور اسمه روتليدج للتحويل المصغر للمعده. التحويل المصغر للمعده قدر يتفادى كل مضاعفات السمنه، قدر يتفادى كل المضاعفات لعمليه تحويل المسار القديمه اللي كانت بتحقق نتيجه كويسه لكن بيبقى فيها مشاكل. من ضمن هذه المشاكل ان المريض ما كانش بيعرف ياكل. لا، مريض تحويل المصغر للمعده دلوقتي بياكل كل حاجه. المريض كان بيجيله هزلان وضعف، يخس بس تبص تلاقيه شكله عجز
حالته الصحيه اه بالظبط تحس ان هو كانه مريض. هو صحيح بقى في صحه كويسه بس تحس ان هو مريض. حد شافه يقول له انت جالك سكر ولا ايه؟ انت ايه اللي حصل لك؟ انت تعبان. حتى هو شايف نفسه كويس بس بيبقى متضايق من الكلمه دي. بياخد فيتامينات العمر كله وعنده اسهال مزمن. كل المشاكل دي الحمد لله تفاديناها في التحويل المصغر للمعده. وعشان ما اتكلمش كتير لان انا اتكلمنا كتير في حلقات سابقه، هسيبك تناقشي المريض في احساسه قبل العمليه ايه وبعد العمليه ايه. تمام، خلوني كده ارحب باستاذ علاء. اهلا بيك يا استاذ علاء. اهلا فندم، منورنا. الحمد لله. استاذ علاء، بس كنت عايزه اسال حضرتك الاول، كان وزنك كام قبل العمليه؟ نبتدي كده بالوزن، كان وزنك كام قبل ما نعمل عمليه التحويل المصغر؟ كان وزني 175 كيلو. 175 كيلو، حاليا؟ حاليا 89 كيلو. 89، ده فرق طبعا يعني رهيب. طيب، كان في حضرتك كنت بتشتكي من اي حاجه قبل العمليه؟ يعني طبعا لما كان في سمنه مفرطه 179 كيلو، ده سمنه مفرطه طبعا، كان في بقى ضغط، كان في سكر، كوليسترول، الحاجات اللي بتبقى دايما مصاحبه للسمنه دي؟ هي العمليه اصلا بتعالج السكر والسمنه. يعني اللي شجعني العمليه اكتر ان انا كان عندي السكر، والسكر كان ابتدى ياثر على صحتي، زائد طبعا مشاكل الضغط، في مشاكل في القلب، في مشاكل صحيه في كل شيء. تمام. فطبعا سمعت عن العمليه ديت في الاول، ما صدقتش ان في حاجه بتعالج السكر اصلا. ما خفتش يا استاذ علاء؟ يعني في ناس كتير، يمكن ده اللي شائع، يعني الناس بتترعب من عمليات التكميم والتحويل والشفط والكلام ده، بس يعني اعتقد انه الطب مختلف دلوقتي خالص عن زمان، فما خفتش من الخطوه دي؟ هو قصه الخوف طبعا، الانسان لما بيبقى عنده سكر وعنده ضغط وعنده قلب وعنده سمنه، تمام، فهو بيبقى عايش اصلا مضطرب وعايش قلقان وحالته النفسيه تعبانه. فمجرد ما سمعت عمليات في الاول ما صدقتش، لحد ما وصلت لمرحله معينه كده، وصلت صحيا تعبت جامد، ابتديت اقرا عن العمليه، دخلت شفت على النت كذا دكتور. يعني سمعت عنها الاول ازاي؟ يعني قبل ما تقرا عنها كده، قبل ما تعرف؟ انا اول ما سمعت عنها اختي اللي بلغتني ان في دكتور اسمه احمد السكي بيقول ان في عمليات بتضيع السكر نهائي. تمام. وبتخسس. طبعا شايفين دلوقتي صوره استاذ علاء قبل العمليه، طبعا فرق كبير جدا، يعني فرق شاسع. استاذ علاء طبعا فرق كبير. لا فعلا بجد، ده حضرتك؟ انا طبعا. جميل جدا طبعا النتيجه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. اتفضل. الحمد لله. فقريت على العمليه ودخلت شفت كذا دكتور. اللي اقنعني بيها دكتور احمد. بعد ما قريت عن الحالات بتاعته وعرفت ان هو عامل تقريبا حوالي 3000 حاله، اتصلت بالعياده عنده، حددت ميعاد، رحت له. تمام. طبعا انا رحت لقيت في العياده عند دكتور احمد استقبال ناس كويسه جدا. شفت حالات بالفعل ما كنتش مصدق ان في حاجه كده يعني. لحد ما دخلت الدكتور احمد، دكتور احمد بصات لي الموضوع خالص. تمام. طلب مني شويه تحاليل واشاعات والكلام ده وعملتها. قبل ما تروح لدكتور احمد، الناس اللي حواليك شجعوك ان انت تعمل العمليه دي ولا في ناس كانت بتشجعني؟ في ناس كانت بتخوفني، في طبعا القرار كان قراري انا. تمام. وطبعا انا اصلا شغال في المجال الطبي، في علاج الطب النفسي، استشرت برضو الدكتوره الاماني اللي انا شغال معاها. جميل. تمام. فهي عارفه الدكتور احمد، قالت لي ده هو حد كويس ممتاز. تمام. فروحت له واتكلت على الله وعملت العمليه الحمد لله. حلو جدا. هل العمليه بقى كانت مؤلمه؟ كان فيها مشاكل مثلا في فتره النقاهه؟ كان في اي حاجه تعباك او مضايقاك؟ اي حاجه طبعا فيها جراحه. لو الواحد جاله شويه انفلونزا بيبقى تعبان. انا تعبت شويه في الاول بتاع اسبوع 10 ايام. الاكل طبعا هي فتره النقاهه الطبيعيه بالظبط. بمشي على نظام معين في الاكل لمده شهر. تمام. بعد كده ابتديت احس فوائد العمليه. تمام. فوائدها طبعا كتير جدا جدا جدا. وكل مدى كل ما بحس بمتعه في الحياه اكتر. حلو. يعني اول شهر استمتعت، ثاني شهر المتعه اكتر، ثالث شهر بحس ان انا صحتي طبعا بتترد لي تاني. بالظبط، ده السؤال اللي انا كنت هساله لك دلوقتي. يعني بقى السكر بقى ومشاكله والادويه اللي كنت بتاخدها قبل كده واللي كانت ضغط عليك نفسيا، لسه لحد دلوقتي بتتاخد؟ انا بقى هقول لحضرتك، انا من اول يوم عملت العمليه ما اخدتش ولا قرص سكر.
جميل السكر جدا. الحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل الدكتور احمد السكي اختفى تماما. يعني بالفعل الموضوع مش موضوع شكل وبس، الموضوع موضوع صحة كمان، يعني لأنه السمنة صديقة الأمراض، بتيجي وبتجيب معها أمراض كتير. بالزبط. فخلاص كده بقى الشكل مظبوط وكمان الصحة كمان. أقول لحضرتك حاجة، أنا حياتي اتغيرت كلي وجزئي من بعد العملية. جميل. كنوم كلياقة، نوم بقى أسهل طبعا لأنه مع الدهون كانت حركة نشاط نوم نفس. لبس، أنا كنت بقابل مشكلة كبيرة جدا في موضوع اللبس. دلوقتي أنا بخش أي محل بختار اللي أنا عايزه، بس هو اللبس عامل لي مشكلة دلوقتي، أنا كل شهر محتاج أغير لبس. تمام، لأنك بتنزل كل تمام. الدكتور أحمد طبعا لما رحت له قال لي أنت عايز تبقى كام كيلو، فأنا طولي حوالي 175، فقلت له عايز أبقى أكون 85 كيلو. تمام، هو بالفعل انا دلوقتي ماشي في بنفس الرينج اللي الدكتور احمد قال عليه. انا فاضل لي تقريبا شهر واكمل سنه، هو قال لي هتفضل تخس لمده سنه. انا دلوقتي فاضل لي حوالي 4 كيلو او 5 كيلو على ما اوصل للدكتور احمد قال لي عليه بالظبط. كل كلمه هو الدكتور احمد قال عليها بالظبط اتحققت بالفعل. جميل. احنا معانا كمان صوره كمان كده زي ما احنا شايفين يا استاذ علاء، وزي ما المشاهدين شايفين، يعني 179 كيلو كده في الصوره دي. 175 175 كيلو في الصوره دي كانت من مده قد ايه تقريبا يا استاذ علاء الصوره دي؟ غالبا من 3 سنين. دي كانت في العمره، يعني دي قبل العمليه بشهر. دي قبل العمليه بشهر. دي قبل العمليه بشهر بالظبط. واحنا طبعا دلوقتي شايفين النتيجه قدامنا، نتيجه مبهره يعني بجد. لله. دكتور احمد ما شاء الله النتيجه فعلا هايله. الحمد لله. تمام، الحمد لله. اتفضل يا استاذ علاء كمل. فبقول لحضرتك الحياه اتغيرت في كل شيء. انسان كان حاسس بتعب نفسي، بتعب ذهني، ما بعرفش انام كويس زي الناس ما بتنام. النفس طبعا بيكون نفس صعب. انا وصلت لمرحله في وقت ما كنتش بنام خالص. تمام. فدلوقتي الحمد لله كل وظائف الحياه دلوقتي اتظبطت معايا، بقى في لياقه، بقى في حركه، حابب شغلي، حابب اخرج مع اولادي. الحياه مع حابب شكلك كمان ومبسوط. طبعا طبعا طبعا. تمام. والعلاقات الاجتماعيه اعتقد انها بقت افضل كمان، أفضل ما بقاش في حرج كتير. تمام. طيب انا كنت عايزه اسال بقى، دلوقتي بتاكل الحاجات اللي نفسك تاكلها، ولا برضو لسه في بقى في دايت وفي لا لازم نحافظ وفي حاجات ليها علاقه برضو، يعني نحافظ برضو علشان لو السكر مثلا في حاجه كده ولا كده؟ طيب. ولا ايه يعني، ايه اخبار الاكل؟ الاكل انا باكل كل حاجه، كل حاجه نفسي فيها باكلها. لو انا قدامي 20 نوع من الاكل اقدر اكل منهم، بس المعده بتديني مؤشر معين في وقت معين، خلاص ان انت كده ستوب. فباكل كل اللي نفسي فيه، اي حاجه بتخطر على بالي باكلها. بس طبعا الاكل الطبيعي، الاكل اللي قبل كده طبعا الواحد كان بياكل بشراهه، فدلوقتي الاكل كل حاجه نفسي فيها اقدر اكلها. جميل جدا. طيب اروح بقى لدكتور احمد، كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور، اول ما شفت استاذ علاء كده، يعني ايه اللي خلاك تختار بالذات العمليه اللي حضرتك عملتها له، اللي هي تصغير المعده وتحويل المسار دي؟ يعني ليه اشمعنى دي بالذات؟ هو الحقيقه لما بيجي المريض يعاني من مشكلتين المشهورين، وهي السمنه والسكر، وما يشتق منهم من مضاعفات، على طول بيبقى بنختار له العملية القوية اللي مضمونة نتيجتها للسمنة العمر كله، والوحيدة اللي ممكن تنشط البنكرياس. يعني احنا لو احنا قلنا حطينا في مقارنة ما بين تأثير التحويل المصغر للمعدة على السمنة والسكر، مقارنة بعملية زي التكميم أو التدبيس أو الحزام أو أي إجراء آخر، الفرق قوي جدا. أي عملية ممكن تخسس، بس مشروطه بان المريض ما ياكلش حلويات وعصاير وشوكولاتات كتير. الا التحويل المصغر العمليه الوحيده اللي تصلح لكل انواع الاكل. يعني المريض بيعملها وبيستريح تماما، يقدر ياكل بدون قيد او شرط، ومضمون النتيجه انه ما يتخنش تاني. النقطه الثانيه والاهم بالنسبه لحاله زي حاله استاذ علاء، وهي التاثير على السكر. العمليه الوحيده اللي بتؤدي لتنشيط البنكرياس هي التحويل المصغر. التحويل المصغر. عايز اقول لحضرتك في نظريات كتير بتقول الاسباب، لكن ما زال هناك اسباب خفيه حتى الان ما نعرفهاش. لكن اللي مثبت علميا واللي مش محتاج ان احنا او بندور على اثباته نظريا هو ليه حصل،
هو ان المريض بتاع السكر بيعمل العمليه يخرج يلاقي السكر بتاعه اختفى. في نظريات كتير، منها هرمون الجي ال بي 1، منها انواع معينه من البكتيريا بتبقى موجوده في جزء من المعده من الامعاء اللي احنا بنعديه، هرمونات معينه في الجزء اللي احنا بنعزله من المعده. كل دي نظريات اثبتت انها كان لها تاثير على البنكرياس، وان احنا لما بنعمل عمليه البنكرياس بينشط. لكن ما زال كل سنه بنكتشف فائده اخرى للتحويل المصغر في هذا المجال، وهو ليه البنكرياس بينشط بعد العمليه مباشره. لكن النتيجه المضمونه ان المريض بيوقف ادويته، سواء بياخد اعراس او انسولين، بيتخلص من مضاعفات السمنه والسكر، حتى المضاعفات اللي بدات بتتراجع وتختفي. تمام. يعني تاثير على شبكيه العين. دكتور الرمد بيستغرب جدا لما يلاقي مريض كان عنده صوره معينه مصورها للشبكيه، وجاله بعد فتره في المتابعه يقول له لا دي مش الشبكيه بتاعتك. تمام. ليه؟ اصل شبكيه العين بتبقى عامله زي البصمه، يعني مفيش شبكيه عين لشخص زي التاني. طبعا. حتى زي ما حضرتك بتشوفي في الافلام، يجي يشوف بدل ما ياخد بصمه، لا يجي بالشبكيه بتاعت العين او رسمه القرنيه، ياخد البصمه بتاعتها. فالدكتور بيعرف المريض من نظرته للشبكيه، يجي يقول له لا مش انت. ليه؟ لانها بتتغير تماما، نزيف الشبكيه بيروح، تدهور وظائف الكلى، التهاب الاعصاب الطرفيه، كل المضاعفات الحمد لله بتختفي. يمكن المريض يا دكتور ما يجيش في باله حتى كل ده، انه الدهون او تراكم الدهون عنده ممكن ياثر حتى على شبكيه عينه كمان، يعني ان هو ياثر على نظره. طيب انا كنت حابه من حضرتك ان انت تشرح لنا كده بشكل بسيط عمليه التحويل المصغر لمسار المعده، يعني بطريقه بسيطه كده للناس، الناس حابه تعرف هي بتتعمل ازاي العمليه دي. هو الحقيقه برضو من ضمن المميزات العمليه بساطتها، هي العمليه خطوتين بالظبط، عزل جزء من المعده، وده بنعزل الجزء اللي احنا عارفين ان فيه الهرمونات المضره، ودي حاجات اثبتت علميا. نقدر نعزل جزء كبير عشان خاطر نخسس اكتر للمرضى اللي وزنهم عالي قوي زي استاذ علاء مثلا. تمام، زي ما الصوره كده موضحه يا دكتور. او نقدر نعزل جزء صغير على اساس ان نحافظ على المعده الفانكشننج او اللي شغاله تبقى كبيره، وبالتالي المريض ما يخسش بكم كبير. كذلك طول الامعاء نقدر نتحكم فيه، كذلك قطر التوصيله اللي بين المعده والامعاء نقدر نتحكم فيها، فنقدر نتحكم المريض سكره قد ايه، بياخد علاج قد ايه، لا عايزين المقاسات الفلانيه. والحقيقه الحاجات دي بتيجي بعد عدد الحالات اللي احنا قدرنا نعمله الحمد لله في الفتره اللي فاتت، اللي وصل لحوالي 4000 حاله، او هيوصل ل 4000 حاله ان شاء الله قريبا، لان احنا في رمضان السابق كنا 3000 حاله، دلوقتي دخلنا في 3800 حاله. الخبره بتيجي في هذه النقاط، والتحكم في الوزن والتحكم في السكر. يمكن من بعد اول 500 حاله بدانا نقول راينا في العالم كله، وبدا يتسمع، وبدا العديد من الزملاء في العالم كله يعملوا نفس العمليه بالطريقه اللي بنعملها، بالطريقه المظبوطه. بقينا نحضر في المؤتمرات، الناس بتاكد على النجاح اللي اتحقق معاهم زي ما اتحقق معانا الحمد لله. هايل يا دكتور. طيب انا كنت عايزه بقى اسال استاذ علاء سؤال كده، هو ملح عليا انا شخصيا، هل في اي فيتامينز او بتاخد فيتامينات مثلا بعد العمليه، حاجات مثلا مقويه او حاجات مكملات غذائيه، في اي حاجه من الحاجات دي او من الادويه دي بتاخدها يا استاذ علاء؟ هقول لحضرتك، الدكتور احمد بعد العمليه كان كتب لي على فيتامين، فانا بصراحه مشيت عليه لمده شهر بس. تمام. بعد كده وقفته، فروحت للدكتور احمد بعد 6 شهور، فقلت له دكتور انا، فهو سالني على الفيتامين لانه المفروض بعد 6 شهور بيتوقف. تمام. فقلت له انا مش باخده. فدكتور احمد بصراحه قلق شويه كده، وطلب مني ان انا اعمل تحاليل تشيك اب، كل الفيتامين بتاعت الجسم. تمام. فعملتها الحمد لله وديتها له، كانت النتيجه كلها ان الفيتامين بتاع جسمي كله نورمال. كل الفيتامين طلع نورمال، مفيش اي مشاكل خالص. تمام. فانا اعتبر ان انا ما يعني في خلال ال 11 شهر اللي عدوا دول انا ما مشيتش على فيتامين لمده شهر بس. جميل. يمكن ده ما اعرفش بقى صح او بس، انا الحمد لله التحاليل بتاعتي طلعت مظبوط. في حاجه ثانيه بالنسبه للكلام اللي كل احمد كان بيقوله، انا قبل ما اعمل عمليه بشهر عملت نظارتين، نظاره للقرايه ونظاره نظاره نظر، لان عينيا بالفعل كانت ابتدت تتاثر.
انا بقالي دلوقتي مثلا بتاع 8 9 شهور ما بحتاجهمش خالص، ما بلبسهمش. الموضوع الاسنان عندي الحمد لله كان فيه الام، كان فيه بحس ان انا المضغ عندي مش مظبوط، اسناني الحمد لله دلوقتي رجع كاني الحمد لله عندي 20 سنه تمام. فكل حاجه في الجسم بترجع لطبيعتها، ويمكن افضل كمان من سن من 20 سنه. واضح جدا طبعا. الحمد لله. والحقيقه نقطه الفيتامينات عايز اعقب عليها، الطبيعي ان احنا نقول للمريض خد فيتامينات 6 شهور في الفتره اللي هو بيخس فيها، واللي لسه العمليه تعتبر حاجه غريبه عليه. وده على سبيل الاحتياط. بعد 6 شهور احنا اوتوماتيك بنوقف الفيتامينات، وبنستنى 6 شهور المريض ما بياخدش فيتامينز خالص، وبعدين نأسهاله بعد سنه من تاريخ العمليه. تمام. الحقيقه اكتر من 80 90% من المرضى ما بيبقاش محتاج الفيتامينز. احنا بنديها له على سبيل الاحتياط، لان زمان كان تحويل المسار القديم زي ما قلت لحضرتك من ضمن مشاكله شويه ضعف ونقص عام في الفيتامينز، فكان المريض لازم ياخد فيتامينات العمر كله. بدا الابحاث تثبت ان لا نديله 5 سنين بداوا يلاقوا لا ده النسب عاليه، احنا بنديله زياده نزلوها بقت 3 سنين. احنا قدمنا بحث واثبتنا الحمد لله ان المريض ما بيحتاجش اكتر من 6 شهور، وده على سبيل الاحتياط. وزي ما حضرتك شفتي لما بيجي مرضى وما بياخدوش الفيتامينز، بس مش عايزين ننشر المعلومه دي عشان مرضانا ما يطنشوش. لما ما ياخدوش الفيتامينز الحقيقه معظمهم ما بيحصلش فيه اي مشاكل، بتوفيق ربنا الحمد لله. جميل جميل جدا يا دكتور. بصراحه يا دكتور احنا يعني ما بنشبعش ابدا من المعلومات المهمه والحاجات المفيده اللي دايما بنستفيد بيها من حضرتك، ويعني النتيجه دايما بتكون مبهره. ما شاء الله استاذ علاء معانا ومنورنا النهارده، حاله كانت بالفعل يعني زي ما بنقول كده اوفر ويت، سمنه مفرطه، ودلوقتي الجسم متناسق وجميل وكمان لسه مستمر في الخساسين. واهم حاجه انه بصحه الحمد لله، يعني دايما بنقول ان جراحات السمنه ما بقتش مصاحبه بالضعف زي ما الناس بتتخيل. تمام. الحمد لله. اوكي، بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بكده تكون خلصت فقرتنا النهارده واللي اتكلمنا فيها عن التحويل المصغر، عمليه التحويل المصغر، وكان منورنا النهارده ضيفنا الدكتور الكبير استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحه السمنه والسكر بجامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجامعه السمنه والسكر، وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. وكمان كان منورنا استاذ علاء في الاستوديو، بجد نورتونا وميرسي جدا جدا. واستنونا وفقرات جديدة ومميزة دايما من برنامجكم طبيب الحياة. إلى اللقاء.